بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. والله يا جماعه انتوا وش الخير علينا، والله في القناه دي والله في ناس كتيره جدا بتشجع منتخب مصر مش مصريين. بحب اقول لهم شكرا جزيلا لحضراتكم على اللي انتوا بتعملوه معانا، شكرا جزيلا على كل المبروك اللي هتكتبوها في الكومنتات. الله يبارك في حضراتكم وربنا يخليكم دايما، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسب البطوله دي الحمد لله رب العالمين. قول لي انتوا فعلا زي ما قالها لك علي محمد علي، مصر عجبتك بقى ولا لا يا اسطى؟ شفت ان الموضوع مش موضوع حرب يا باشا، اللي معاه ربنا بيمشي على الميه، واحنا الحمد لله رب العالمين البطوله دي معانا توفيق من ربنا كبير جدا. مدربنا بيعك وبيعمل تغييرات غلط وبيعمل تغييرات يتحاسب عليها، بس الحمد لله في توفيق من عند ربنا، علشان في لعيبه رجاله جوه الملعب قدروا ان هم يغطوا اخطاء المدير الفني. الحمد لله رب العالمين، عملنا ماتش محترم جدا قدام فرقه يعني لو جينا لها واحنا مرتاحين بدنيا كنا ممكن نعرف نكسبها بسهوله في 90 دقيقه، بس المنتخب الكاميروني بيثبت ان احنا زي ما كنا بنتكلم عليه اثناء البطوله ان هو منتخب مش قوي جدا، ومنتخب القرعه ساعدته كتير جدا. بس المنتخب المصري جاي لك من 120 دقيقه قدام كوتيفوار، جاي لك من 120 دقيقه قدام المنتخب المغربي. المنتخب المصري ولعيبه المنتخب المصري كانوا بدنيا جايين ضايعين اساسا، غير العودات اللي من الاصابه زي لعيب زي حمدي فتحي كان مؤثر جدا جدا النهارده في نص الملعب، زي لعيب زي محمود حمدي الونش كان مؤثر جدا 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 في خط الدفاع، زي حارس بيلعب برجل واحده 120 دقيقه ومع ذلك ربنا بيوفقه بيقدر يطلع ضربتين جزاء. جباسكي انا لو قعدت اتكلم على جباسكي من هنا للصبح بصراحه مش هو في حقه صراحه يا ابني، عاش على الرجوله، عاش على ان انت مش عايز تلبس زميلك في مباريات صعبه، عاش على كل يعني اللي انت بتعمله، انت بتضحي بمستقبلك لان انت بتلعب على رجلك وهي مصابه، بتاخد حقن كتير علشان خاطر تلحق تلعب مباراه الكاميرون، علشان انت عارف ان مفيش حد اساسا لا محمود جاد ولا محمد صبحي خبراتهم ولا شخصياتهم تسمح لهم ان هم يكونوا موجودين في مباراه زي دي. المباراه اللي زي دي لمنتخب مصر الشوط الاول هو لعيبه المنتخب الكاميروني، الضغط بتاع المباراه كان مخلي الشوط الاول عباره عن عك في حك، واحنا قاعدين نعك مع المنتخب الكاميروني الشوط الاول. الشوط الثاني شرحه، بس العك بقى بدا يجي من بره، بدا يجي في تغيير كده اللي هو بصراحه على النبي عمر مرموش كان باين ان هو سيء ومش شايف قدامه وما جاش معانا البطوله للامانه في الشق الهجومي، انما الشق الدفاعي على قده وبيقدر. الراجل بيحاول ان هو يغطي مع احمد فتوح وبيحاول ان هو يغطي مع محمد النني، النني اللي رجع النهارده يكون على شمال حمدي فتحي وعلى يمين فتحي عمرو السوليه. السوليه كان سيء برده للامانه، بس انا مش هقول لك انت سيء ولا لا، انت لاعب 120 دقيقه في 120 دقيقه غير تلاحم مواسم، فالسوليه مش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف انتقدك بصراحه، يعني كل اللعيبه دي كانت رجاله قوي قوي قوي. امام عاشور لما نزل مكان عمر كمال عبد الواحد كان راجل قوي في ناحيه الباك اليمين وهو عمره ما لعبها، عمر كمال عبد الواحد اللي بالمناسبه منتخب مصر هيخش فاينل قدام السنغال وهو خسران عمر كمال عبد الواحد الباك اليمين البديل للباك اليمين، وهيخش خسران محمد النني للانذارات، النني اللي انا بعاتب عليك انت ازاي تكون واحد من اللعيبه اللي عندهم خبرات في الجيل ده وتاخد انذار عبيط قوي زي اللي انت خدته. بكاري جسامه كان مكهرب الماتش علينا قوي، والحاجه دي احنا اتكلمنا فيها، بكاري جسامه كان عايز يجامل المنتخب الكاميروني باي طريقه، بس المنتخب الكاميروني من سوء مستواه ما كانش عارف يخلي بكاري جسامه يحسب له ضربه جزاء او يحسب له اي حاجه، لان المنتخب الكاميروني ما جاش، لان احنا لما قفلنا الاطراف على ايكامبي ولما قفلنا الاطراف على الباك للناحيه الثانيه والهاف للناحيه الثانيه ما قدروش ان هم يروحوا يعملوا عرضيات كتير لفينسنت ابو بكر. فينسنت ابو بكر اللي محمد عبد المنعم لعب عليه ماتش عالمي، ومحمد عبد المنعم بصراحه يستاهل يكون مان اوف ذا ماتش، بس بعد ابو جبل، لان ابو جبل لما وصلنا ضربات الجزاء ابو جبل خلانا ننسى حته محمد شريف وتغيير محمد شريف، وننسى انك 118 دقيقه او 115 دقيقه اسف مش حاطط زيزو في اولوياتك، يعني انت عمال تعك بس هي ماشيه ربك اراد، انت عمال تكتيكيا وفنيا مفيش، انت بتدير ماتش تاني حرفيا. يعني رمضان صبحي سيء ناحيه الشمال فتجيبه ناحيه اليمين اللي مش على اتلتيكو وتقلب 4 4 2 وانزل محمد شريف يكون فيرود وبعد كده طلع محمد شريف تاني، وكلها ماشيه ماشيه، بس مع ذلك عندك لعيبه رجاله. امام لما نزل كان راجل، مهند لاشين لما نزل كان راجل جدا وكان عامل مباراه كويسه جدا وقدر ان هو يغطي محمد النني. مهند لاشين اللي ما تتفاجئش انك ممكن تلاقيه اساسي في ماتش السنغال اللي هو اول ماتش ليك اساسي تكون موجود فيه هو ماتش الفاينل. لعيبه منتخب مصر لعيبه رجاله جدا، لعيبه منتخب مصر تحملوا الضغوط اللي كانت كبيره جدا في ضربات الجزاء وانت الملعب كله ضدك، ومع ذلك لعيبتنا دخلوا حطوا بكل هدوء، زيزو حط بكل هدوء، محمد عبد المنعم بحسده على الثقه والشخصيه دي، بحسد جدا لعيب زي محمد عبد المنعم. بعد كده مهند لاشين، مهند لاشين بيخش وبيحط ضربه جزاء لا
لا محمد عاش قوي والله يا جماعه، وعاش على جباسكي، عاش على ضربتين الجزاء اللي انت طلعتهم يا جباسكي، عاش والله العظيم يا جماعه. الحمد لله رب العالمين، ما كناش مرشحين لاي حاجه، ولا حد فينا كان متوقع ان احنا ممكن نوصل فاينل، وحتى اثناء البطوله ما كانش عندنا اي مانع ان احنا نخسر، بس الحمد لله رب العالمين. توفيق ربنا لوحده كان كفايه ان المنتخب المصري يوصل للدور النهائي مع مجهود لعيبه عالي جدا، مجهود لعيبه يستحق ان هم يكونوا موجودين. عايزين نوصل رساله لمحمد شريف ان انت ما تزعلش ان هي الكوره كده، هو الراجل كان قال الماتش كله غلط، فما تاخدش الموضوع ان هو بيرسونال والراجل بيتعامل معاك شخصيا. فان شاء الله باذن الله منتخب مصر يكون مستمر معانا توفيق ربنا ده في المباراه النهائيه، وان شاء الله باذن الله نعرف نعمل حاجه ونعرف ناخد البطوله من الاراضي الكاميرونيه. والحمد لله رب العالمين ان احنا بوظنا البطوله رسميا على سامو الايتو. المكسب بتاع الكاميرون كان ممكن يغطي كل العك اللي حصل في البطوله، بس الحمد لله رب العالمين لما طلعنا الكاميرون تلعب ثالث ورابع العالم كله هيبص لسامو الايتو دولات ويقول له ها عجبتك مصر فعلا ولا لا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فاعرف حاجه مهمه ان المنتخب الكاميروني ده ان شاء الله باذن الله المنتخب الجزائري هيعرف يخلص عليه في تصفيات كاس العالم، وان شاء الله باذن الله نفرح ونرتاح كلنا من سامو الايتو والهبد والهبل اللي كان بيعمله سامو الايتو.